عواد حكى في موضوع يمكن مهم جدا، أنا مش حابة أعيد كلام الأخ عواد لأنه وصل ووضح للأغلب، ولكن يعني يلي بتكبوا الكاز على النار والله ما في داعي، يلي بتجلدوا بها البلد ما في داعي، الأردن أكبر منا ومنكم ومن الجميع، الأردن باقي وأنتم ذاهبون، الأردن تاريخه بيحكي عنه، الناس اللي دفعت بيوم من الأيام دمها ثمن للأمن اللي إحنا فيه هلأ والاستقرار اللي إحنا فيه هلأ، احترموا هذا الشيء وما تصبوا على النار كاز، ما في داعي للتهويج والصدى الإعلامي اللي عم نشوفه والمحاولات الكثيرة والصد والرد والأخذ والعطاء بأمور يعني بس من شأنها إنها تعمل بلبلة، لأنها أعتقد إنها ألاعيب مكشوفة وأصبحت واضحة جدا لشارعنا الأردني. معنا الأخ عيسى من جرش، مساء الخير أخ عيسى. مساء الخير مهندس عروب، الله يعطيك العافية. مساء الخيرات، هلا عمي أبو عون. الله يعطيك العافية مهندس عروب، إذا سمحتي لي أتكلم عن جرش التاريخ والحضارة هذا اليوم. نعم. قطاعات مهندس عروب ما شاء الله شيء يسر الناظر والخاطر أيضا، من قطاعات رسمية وحزبية وشعبية. نعم. تقدر بآلاف من مواطنين جرش، محافظة جرش، انطلقوا قبل قليل في مسيرة موالية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. نعم. حفظه الله ورعاه، من دوار القيروان إلى مبنى محافظة جرش، كما أسلفنا بمسيرة موالاة لجلالة الملك، وذلك لانتصار جلالة الملك للشعب وتجميده أسعار أرفع أسعار المحروقات. نعم. هذه المسيرة مهندس عروب تحت رعاية عطوفة محافظ جرش الأكرم، ويعني صحيح أنه كان شيء بسر الخاطر، المناظر الجميلة للسيارات وللمدارس، سيارات المدارس، سيارات الشعبية، سيارات الحكومية، نعم، حتى باصات المدارس، يعني ما شاء الله شيء يسر الناظر والخاطر. نعم نعم. يعني هذا إذا سمحتي لي أنا أتكلم عن جرش هذا اليوم مهندس عروب. طبعا طبعا طبعا، تحياتي لإلك زميل عيسى ويعطيك ألف عافية، شكرا لإلك. شكرا شكرا. يعني موضوع بجر موضوع، في نقطة هلأ خطرت في بالي رح أحكيها بعد ما ناخذ اتصال أخ واصل، ما بدنا نطول عليه. أخ واصل مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك باشمهندس؟ هلا أخ واصل. الله يسلمك يا ستي. يعني أنا بدي أشكر زملائنا وحبايبنا أبو عون وعواد الغويري على الكلام، يعني ما خلوش مجال للواحد شو بدي يحكي عن الولاء وعن الانتماء. ما بنزود على بعض واصل، ولكن هذا كلام ما بنزود. نعم. لان احنا كلياتنا اردنيين للعظم. طبعا طبعا القوات المسلحة الاردنية مشكورة، وكلياتنا احنا من جنود هاي البلد، وكلياتنا متقاعدين، ويعني مش عارف شو بدي اقول واحكي زيادة عن اللي حكاه الاستاذ عواد الغويري واخوي ابو عون. نعم. لكن في مشكلة الآن واقع فيها يعني ما يعادل حوالي 30 شخص. نعم. عندنا في الأردن إحدى القنوات الفضائية عملت جوائز في رمضان. نعم. والجوائز هاي راضين يسلموها للناس. ليش؟ ما بعرف. قال وش الخبر؟ إنه سكرت المحطة. فأنا بحكي معاه، أنا إلي جائزتين ما عنده، بحكي معه طبعا ووديت له اسماء الناس اللي ربحت من محافظه اربد وشي، بقول اشتكوا علينا ايش وما تعطي لهذه المصداقيه يعني صارت. والله اخ واصل بدك راي شخصي ولا بدك راي اعلامي؟ هلا راي شخصي، انا يعني بزعل على كل انسان بينجر وراء موضوع البرامج الربحيه وبرامج المسابقات، لكن للاسف الكثير يقع مصيدتها، ويعني بتوصل فيهم الجراه، خلينا نسميها جراه مبدئيا، انهم يحكوا يدكم وما تعطوا. هاي محطه فضائيه، يعني محطه فضائيه محترمه وكانت شغاله حوالي سنه. نعم. فهمت علي؟ وعملوا أول أسبوع في رمضان جوائز ربحية. نعم. وأعلنوا عنها والناس شاركت على الخط الصاغم فيها، فهمت علي؟ وكسبت الناس، ناس من عمان، ناس من إربد، طبعا أكثرها كانت مشتركة في إربد هاي المحطة. نعم. والآن لغاية الآن يعني المحطات الثانية اللي ربحوا دور استلموها، اللي ربحوا سيارات استلموها. نعم. وهاي المحطة بقول لك إحنا سكرنا وروحوا اشتكوا علينا.
ما هذا الكلام مو عيب. اخ واصل هذا الموضوع راح احكي انا وياك فيه بس تحت الهواء، اترك لي رقم تليفونك بنشوف كيف بنقدر نساعدك بهذا الموضوع. شكرا على مداخلتك. شكرا شكرا شكرا, شكرا اخ واصل شكرا. معنا الاخ خالد. مساء الخير اخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا كيف استاذ عروب؟ يا هلا. معك انا خالد من الباديه الشماليه الشرقيه محافظه مصر. يا هلا، تحياتنا لكل اهلنا بالباديه، تفضل. والله تحيين. عندنا احنا مدارس الباديه الشماليه الشرقيه يعني يروحون من الساعه 10. مدارس؟ المدرسه في باديه الشمال، مدرسه نايفه في باديه الشماليه الشرقيه. نعم. يعني برنامج للدوام للحصص ما فيه. معلمك تجي اول ربع ساعه تجي على الطلاب بعدين تطلع، تبطل تيجي عليهم شيله. ارفع لي الصوت يا علاء. نعم. يعني وين التعليم؟ وين تلقون في التعليم؟ وين يعني الدوام؟ يعني صار اسبوعين دوامين. خالد خالد، مدرسة البادية الشمالية ايش اسمها بالضبط؟ نايفة، مدرسة نايفة الثانوية للبنات. نايفة؟ نايفة الثانوية للبنات في البادية الشمالية. نعم. الساعة 10 بنتهي دوام الطلاب؟ يعني عندنا مدارس الساعة 10، المدرسة هذه برنامج حتى الآن محطة برنامج الحصص للطلاب. الله أكبر. معلمنا ربع ساعة مفوت على الطلاب، يرن جرس الحصة وربع ساعة مفوت على الحصة. تمام. برا وبعدين ربع ساعة تجي. تعطي الدرس وتقعد تصير تلعب في التليفون، يعني هذا منطق هذا التعليم هذا يعني. ما شاء الله تعالى. بس مم. أنا بدي أتأكد أخ خالد هلا، الملاحظات هاي كلها على عيني وراسي، بس هلا المدرسة قطع الاتصال معاكم رقم الأخ خالد. طيب ارجعوا اطلبونا الأخ خالد، وبدنا حدا من المعنيين نشوف شو موضوع المدرسة. يعني هل يعقل انه ما في ذمة ولا ضمير؟ يعني اعتقد انه رسالة المعلم من اسمى الرسالات في الدنيا. معلمة بتفوت بعد بربع ساعة، والله انا بتذكر ايام المدرسة كانوا معلمات يتهافتوا انهم يجوا ابكر من وقت الحصة بخمس دقائق. يعني الامانة العلمية اللي بيقتضيها عمل ورسالة المعلم المفروض انه شوي يكون في ضمير اكثر. والساعة 10 الله قالها بخلص دوام مدرسة الساعة 10 الصبح. مش عارفة يعني هل هو تسيب إدارة المدرسة، وين مديرة المدرسة. عموما في بعد مداخلة الأخ عواد بدي أوجه له تحية، الأخ عواد الغويري، وبدي أوجه تحية الأخ واصل المومني. موضوع أنا بس حابة أنه أنا أطرحه وأخذ الآراء منكم. مصطلح للأسف الشديد وكرر للمرة الثالثة صار ساري في مجتمعنا الأردني كما السرطان في جسم أي شخص يعني يصيبه هذا المرض القذر. تعبير يزعجني أنا شخصيا، مصطلح ما بعرف من الذي اخترعه وما هو مسمى، مع احترامي لكل شخص ممكن يحكي ومع يعني التحفظ. هلأ يمكن بيحكوا وما بيعرفوا ما هو معنى المضمون الداخلي لهذه الكلمة. كلمة السحيجة كلمة دارجة زي ما انتشرت من فترة كلمة بلطجية بشارعنا الأردني، كنا بنحكي إحنا كنا ضد هالكلمة. هالكلمة دخيلة في زعران، في أسباق، في أرباب سوابق، في ناس ما بيعرفوا الله ما بيخافوا الله، بس ما فينا نسميهم بأردننا بلطجية. هذا المصطلح دخيل علينا. جينا بعد بفترة طلع مصطلح السحيجة. ما المقصود بالسحيجة؟ اللي بيحكوا هالمصطلح باعتقادي وأبصم بالعشرة بأنه ثلاث أرباعهم لا يعرفوا ما هي السحجة بمصطلح الأردني الأصيل والبسيط، والمصطلح اللي بيعرفوا أجدادنا وكباريتنا ولا الصغار، وهذا جيل الجديد أعتقد أنه 90% على رأي علاء الفعوري جيل واو، نصهم ما بيعرفوا شو يعني السحجة وما هو مصطلح السحيجة. هل يعني اللي بيحب بالوطن وبيهتف باسم الوطن وبيهتف باسم قيادته عنده انتماء لبلده يسمى سحيج؟ ما بعرف يعني انا والله منهم هالاشخاص اللي بينتقدوا. بدنا نتعلم بدنا نشوف شو عندهم حتى يضيفونا. رجعنا لاخ خالد. خالد مساء الخير مره ثانيه. هلا مثل النور اخ خالد. هلا انا أيوة. بدي افهم الموضوع منك بتفاصيله حتى هلا نوصل المعلومه للمعنيين. اذا ما قدرتوا شباب تحصلوا حدا من الباديه الشماليه بدنا نحكي مع وزاره التربيه والتعليم، عطوفه الامين دكتور ايمن، اي احد من وزاره التربيه، لانه بسوى نحكي. هلا الساعه 10 الصبح اخ خالد بنتهي دوام الطلاب؟ يعني اسبوع حاف الدوام الطلاب الساعه 10 بينتهي. اها، لحد الان دوام الطلاب بلش الاحد الماضي، لحد الان ما في برنامج حصص؟ لحد الان ما في برنامج حصص. علما بانه معلش قاطعتك اخ خالد، علما بانه دوام الهيئه التدريسيه قبل دوام الطلاب باسبوع. يعني المفروض صح. انه هذا الشيء كله جاهز قبل دوام الطلاب. صح. ما شاء الله تعالى، نعم، تفضل، عندك اضافه اخ خالد؟ يعني ومشكله المعلم تفوت يعني بعد ربع ساعه حتى تفوت الحصه، يعني شو
يعني شو هذا يعني وين معلم يعني من اول مير النجرس ليش متروح حصه ليش متروح الطلاب حصه يعني وين اول ربع ساعه تكون يعني دافع من نعم نعم يعني زملاء بالجاليري بيحكوا لي لسه ما بدوا لا هم يعني لهم اسبوعين فعليا الهيئه التدريسيه مداومه المفروض انه لو في انتماء شوي للعمل المفروض من اول اسبوع بيكون كل شيء جاهز بحيث انه يداوم الطالب ما تروحش لمعلم على المدرسه مشان تشرب شاي وتسكوا سواليف بلغتنا العاميه بيروحوا عشان يشتغلوا مداومين قبل دوام الطلاب باسبوع المفروض هاي الامور كلها كامور اداريه وبتتعلق بدوام الطلاب جاهزه بحيث انه الطلاب اول ما يداوموا معروف يعني اول يوم بيكون عادي لكن ابتداء من ثاني ثالث يوم اذا طارت ببلش الدوام الفعلي لكن انه يعدي اسبوعين ولحد الان ما في برنامج هذا يعني فيها وما فيها. طيب اخ خالد معانا؟ اه معك. طيب خليك معنا شباب شو صار بالاتصال؟ طيب احكوا لنا مع حدا من وزارة التربية إذا ما ردوا المعنيين في البادية الشمالية أن نوصل الملاحظة يعني وهم بتابعوها بدورهم يحكوا مع مديرة المدرسة اللي ما بعرف وين دورها. طب أخ خالد أنت ما جربت أيوة. تراجع مديرة المدرسة المعلمات الموجودات الهيئة الإدارية بالمدرسة؟ والله لسه حد الآن أنا ما رجعت حد يعني. نعم يعني أنت لك بنتك بتدرس في المدرسة؟ لا والله يعني لي قرايب يعني بالمدرسة. قرايب قلت لي الساعة 10 بيروحوا يعني تقريبا 10 11. ما شاء الله بيختموا العلم فرصة انه خلص للساعة 10 تعبوا في الدوام المفروض يروحوا والله العظيم اشي بضحك. طيب اخ خالد خليك معنا مخرجنا خلينا نطلع بفاصل حتى يجهز اتصال باحد المعنيين خليكم معنا بوصل صوتك بعد هالفاصل وبنرجع خليكم معنا.